FM. الكل مليك. حكينا على التصويت في الحكومه في الحكومه، حكينا اللي معاه واللي معاه واللي ضد. مثلا خميس قصير عبد والقطي عبد العزيز القطي كانوا ضد التصويت للحكومه، شيء اللي اعتبرته الهيئه التاسيسيه لحزب نداء تونس سلوك شاذ ووصل حتى التمرد، ولا بد من عقاب واتخاذ اجراءات تنظيميه في الغرض. هل تعتبروها ديمقراطيه ام هي نهايه نداء تونس؟ شوف، نداء تونس هي عنده صعوبات، هو حزب جديد ما عندوش عامين من اللي تاسس، ما عندوش هياكل منتخبه، تو ما عملش المؤتمر نتاعو، فرز القوى داخله ماهوش واضح. ما نجموش نحكموا على نداء تونس الا بعد ما ينجز المؤتمر نتاعو ونشوفوا شنو هي القيادات اللي مش يفرزها تفرزها موازين القوى الداخليه وهي التوجهات الاساسيه لهذا الحزب على اساس موازين القوى. الان في نداء تونس ناس موجودين ما يوزنوش في القاعدة متاع نداء تونس، وموجودين في القيادات، وفما ناس موجودين خارج يعني الصورة الظاهرة لنداء تونس وهم اللي عندهم الوزن الكبير داخل نداء تونس. يعني هذا الحزب مازال في هو حتى قياداته يقول احنا منش حزب، مازلنا مشروع متاع حزب، مازال مشروع ما تأسسش. لكن مسألة هذه معاقبة النواب على مواقفهم هذه مسألة غير ديمقراطية، هي مسألة غير ديمقراطية، لأنه النائب هو نائب للأمة جمعاء وليس نائب لحزبه. هو يقول سلوكهم كان ضد توجهات الحزب وما وقفوا في المرحلة الدقيقة. وماذا في ذلك؟ شوف إيش نقول لك حاجة، تذكروا بيل كلينتون في لافير مونيكا ليفينسكي لما تقدموا يعني الامبيتشمنت اللي تقدم في الكونغرس الامريكي ضده، شكون منعوه الجمهوريين؟ الجمهوريين صحيح، صوتوا فما ديمقراطيين صوتوا ضد كلينتون، هو ديمقراطي صوتوا ضده، وجمهوريين صوتوا معاه منعوه من الامبيتشمنت، كان يعزل رئيس امريكا. يعني ما فماش شيء اسمه التحجر الحزبي والانصياع الحزبي. النائب عنده موقف، عنده راي، ينجم يكون في بعض المفاصل ما هوش بالضبط موقف الحزب نتاعه. شفنا في فرنسا اخيرا كيفاش نواب الحزب الاشتراكي طيحوا مشاريع نتاع قوانين نتاع الحكومه نتاعهم وما تعاقبوش وما تسبوش وما تعدوش على لجان التاديب، لانه مواقفهم تنجم تكون في بعض الاحيان مخالفه لبعض المواقف الجزئيه لتوجهات الحزب. الكل مليك.